الفريق مستمر بالتدريبات بالصباحية والمسائية. عندنا 4 لاعبين متغيبين عن التدريبات بداعي السفر، 3 مع المنتخب الأول، عبد الرزاق محمد وأحمد مدنية وعلي بشماني وأحمد داري مع المنتخب الأولمبي. بالتوفيق للمنتخبين طبعا. مباريات ودية لعبنا مبارح، مباراة مع الطليعة نوعا ما 70-60-70% رضيانين عن الشيء اللي نحن طالبينه من اللاعبين بي. وعندنا مباريات بقادم الأيام كمان إن شاء الله، الأسبوع القادم نلعب لعبة بكون بقيان إن شاء الله أسبوع لبداية الدوري. الأمور إن شاء الله بإذن الله بنرجع لسكة الانتصارات. عندنا مباراتين قادمتين هن إن شاء الله بيحددوا بإذن الله، مباراة الوسبة وجبلة بيحددوا بنسبة كبيرة بحظوظنا بإذن الله بضمان النجمة الرابعة وبقائها عنا إن شاء الله السنة الرابعة التوالي. اللاعبين المصابين عندنا 5 دخل اليوم أول واحد على التدريبات اللي هو أحمد بيريش، وعندنا 4 هلا بيحطوكم بالتفاصيل الدقيقة الكابتن رامي غريب، والدكتور يزن هلا بيحطكم وين صاروا إن شاء الله. بالنسبة لإصابة اللاعب نصوح نقدلي تعرض له بلعبة النادي مع الطليعة، كانت الإصابة عبارة عن تمزق بالأربطة الوحشية بالكاحل، خضع اللاعب للعلاج الفيزيائي والعلاج الدوائي، وحاليا عم يعمل إعداد بدني بإشراف الكابتن رامي غريب. بده فترة منيحة شوي يعني بس لحتى يدخل بالتمرينات الجماعية، شي أسبوع 10 أيام بإذن الله بيدخل تدريبات الفريق الجماعية. الكابتن زكريا دهنة عمل عملية تنظير غضروف ركبة، كمان خضع لعلاج فيزيائي وعادة تأهيل، حاليا اليوم أول يوم بلش بالجري، وكمان دخل مرحلة إعداد بدني مع الكابتن رامي غريب. اللاعب أحمد بيريش بلش تمريناته الجماعية مع الفريق، تعرض لإصابة كمان تمزق بالأربطة بعنق القدم، تجاوز الحمد لله وعمل إعداد بدني وهلا مع الفريق. بالنسبة للإصابات اللي موجودة عنا هي 5 إصابات: نصوح نقدلي، أحمد حاتم، أحمد بيريش، ماهر شعبه، وزكريا الدهني. بالنسبة لنصوح نقدلي اليوم انتهاءه كان من المعالجة الفيزيائية ودخوله على أرضية الملعب، طبعا دخل بفترة الإعداد البدني. بالنسبة لماهر شعبه الكل بيعرف أنه عمل عملية بالرباط الصليبي، المدة هلأ اللي تمت هي 5 شهور ونص، طبعا هلأ عم بيستأنف العمل على أرض الملعب والأمور كتير جيدة. بالنسبة للبيريش، أحمد بيريش كان اليوم أول تمرين له دخوله بالعمل الجماعي. زكريا دهني كمان عمل عملية بالغضروف واليوم أول تمرين بياخده على أرضية الملعب. اللاعب عندنا أحمد حاتم خلص فترة العلاج الفيزيائي واليوم أول تمرين بياخده بصالة الجيم.